صباح جديد يا جماعه، انا بحضراتكم مع جميع المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. احنا في شهر اكتوبر، شهر العزه والانتصارات، ودايما في هذا الشهر بنحاول ان احنا نتكلم عن هذه الحرب، لانه مر 44 عام على ذكرى انتصار اكتوبر. يعني كان في اجيال كثيره جدا لم تعاصر هذا الحرب ولم تعرف عنها شيئا، ولو بتحاول انها تستقي بعض المعلومات عن حرب اكتوبر هتلاقي كثير من المعلومات المزيفه والمغلوطه مش بتصل ابدا لعظمه الجندي المصري ولا لعظمه الشعب المصري والجبهه الداخليه اللي ساندت الجندي المصري في معركته. 44 عام مروا على حرب اكتوبر، حصل خلالهم كتير جدا، حصل كتير في الاستعداد للحرب واثناء الحرب وما بعدها لابد ان احنا نشير اليه. دايما بنشير الى البطولات الفرديه لطبعا ابناء القوات المسلحه واللي بنحرص على استضافتهم خلال هذا الشهر، لكن خلينا النهارده ننظر من منظور مختلف، ننظر لهذه الحرب من حيث الجبهه الداخليه، من حيث الحياة الاجتماعية والسياسية ما قبل الحرب وأثناءها وما بعدها. وده هيكون دور التاريخ في هذا الموضوع، لأن حشرفنا النهاردة الحديث عن حرب أكتوبر من وجهة النظر دي الأستاذ الدكتور نبيل رياض المؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر، واللي هيكلمنا عنها من ناحية تاريخية ومن ناحية مجتمعية. كمان حرب أكتوبر شارك فيها كل الناس، سواء الموجودين في الحرب نفسها من القوات المسلحة ومن أبناء القوات المسلحة من عمال وفلاحين وجنود مجندين وضباط جيش، أو حتى الشعب المصري نفسه اللي كان موجود من فنانين وأدباء وشعراء وكل واحد في مصنعه أو في مجاله. الفن كان له دور كبير جدا فيما يتعلق بحرب أكتوبر، سواء الفن التشكيلي أو فن الغناء أو فن الدراما، وصاحبوا الفترة اللي ما قبل أكتوبر وقدموا بعض الأغاني وبعض المجهودات زي المجهود الحربي، لأنهم رفعوا شعار أن الفن في خدمة المجهود الحربي، أو حتى أثناء وما بعده احتفالا بهذا النصر العظيم. النهاردة هنتكلم عن دور الفن سواء الدراما أو الأغنية أو غيرها من أنواع الفنون مع الكاتب والناقد الفني الأستاذ محمد رمضان، واللي هيشرفنا النهاردة الحديث عن هذا الموضوع. وهنختتم فقراتنا دايما بشوية فن مع الغناء والطرب الأصيل مع المطرب أمجد عفت من الأوبرا المصرية، واللي هيلهب حماستنا مرة أخرى ويذكرنا بالأغاني الوطنية الجميلة اللي غنيناها كلنا في حرب أكتوبر، علشان الأجيال الجديدة تظل على صلة وتواصل مع هذه الحرب ومع أبطالها. دي فقراتنا النهاردة، هنطلع لفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نستقبل أول ضيوفنا دكتور نبيل رياض المؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر، فابقوا معنا إن شاء الله.